طيب من ضمن الأمور يا أحباب، والحكاية دي حلوة قوي بقى وهنطول فيها شوية صغيرين، التثبت والاحتياط عند رواية الحديث. الصحابي قبل ما يبلغ ها الكلام ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ها، فالصحابي كان يحتاط جدا حينما يبلغ الحديث علشان خشية أن يكون قد دخل عليه الوهم أو الغلط أو الشك أو ما شابه ذلك. من أجل هذا كنا نرى الواحدة من الصحابة يرحل آلاف ومئات الكيلومترات من أجل أن يتأكد من حديث واحد. احنا شفنا مبارح القصة الجميلة الرائعة بتاعت سيدنا شعبة بن الحجاج وازاي تعب غير عادي. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عز وجل عنه رحل إلى الشام شهرا، إلى الشام شهرا، بل اشترى بعيرا خصيصا من أجل هذه الرحلة. اشترى بعير مخصوص، انتوا عارفين بعير يعني تساوي الآن ايه؟ عربية بي ام دبليو. لا صحيح مش بهزار، ما ده كانت يعني ثروة كبيرة. اشترى راحلة خصيصا من أجل أن يرحل عليها لواحد من الصحابة الكرام كان يعيش في الشام، سيدنا عبد الله ابن أنيس رضي الله عز وجل عنه. بيحكي لنا سيدنا جابر الواقعة وأخرجها الإمام البخاري في صحيحه. بيقول بقى سيدنا جابر، الإمام البخاري أخرجها في باب الباب المفرد في باب في الكتاب المفرد يعني في باب المعانقة. بيقول بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سمعه من رسول الله، فاشتريت بعيرا على طول فورا من أجل المهمة دي، من أجل المهمة دي. يقول فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام. خلي بالك سرت إليه شهرا ده إيه؟ ذهاب فقط. فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله ابن أنيس رضي الله عز وجل عنه. فقلت للبواب قل له جابر بالباب، خش قل له ده في واحد بره اسمه جابر. فدخل قال له، فقال ابن عبد الله، جابر ابن عبد الله ولا تشابه أسماء حد تاني؟ قال فقلت نعم قل له جابر ابن عبد الله. قال فخرج عبد الله ابن أنيس فاعتنقني، خده بالمعانقة بالحضن كده. يقول فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت. وشوفوا أدب الرجل، ما قالوش فخشيت أن تموت، لا يبدأ بنفسه أدب. ما هم كان ممكن يقولها له كده، ما أنت عارفين لما واحد يروح يزور واحد مريض ويقول له والله الله يرحمه ابن عمي كان عنده نفس المرض. يا راجل كده خليك محضر خير، قول كلمة حلوة. فهو بيقول له كده، يبدأ بنفسه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك. خشيت أن في واحد منا يموت قبل ما أسمع الكلام ده، فجيت لك علشان أسمعه منك. ويقوم حدد له، بيقول له بقى إيه في القصاص، الحديث في القصاص لأن في أحاديث كثيرة. فيقوم قايل له بقى سيدنا عبد الله، نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وأم أيل الحديث، يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة حفاة عراه غرلا بهما، حفاة عراه غرلا. طبعا حفاة عارفين حفاة يعني عراه مفيش خالص. ما الكلام ده لما السيدة عائشة سمعته فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها أن الناس يأتون يوم القيامة حفاة عراه، قالت الرجال والنساء يا رسول الله؟ الموضوع ده جد؟ رجال ونسوان؟ فقال لها الأمر أشد من ذلك، أن ينظر المرء لأخيه، حدش فاضي، لا لا لا، الأمر أشد من ذلك، أن ينظر المرء لأخيه. فده حفاة عراه غرلا، عارفين غرلا؟ الرجل لما بيختتن الحتة الجلد البسيطة اللي بتقطع منه دي تعود إليه يوم القيامة ليرجع كما ولدته أمه كاملا غير منقوص. ده غرلا. بهما كانت لسه غريبة شوية على الصحابة الكرام، ولذلك قاموا قايلين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلنا ما بهما يا رسول الله، بهما يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس معهم شيء، ما في أي حاجة، لا فلوس ولا بيوت ولا سيارات ولا زوجات ولا أولاد، لا شيء، كلنا هنأتي هكذا يوم القيامة، لن تنفعنا أموالنا ولا أولادنا ولا شيء، هنأتي يوم القيامة كده بلا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك
أنا الديان. لا ينبغي، شوفوا بقى الروعة اللي جاية، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار يطلبه بشيء. وهو من أهل النار، طب ما يروح في 60 مش عارف إيه، ده من أهل النار، خلاص من أهل النار. إيه قيمة اللي من أهل النار ده علشان يطلب مظلمة لواحد دخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيروي لنا عن رب العزة بقى بيقول الكلام ده، ما ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار يطلبه بشيء، وما ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وواحد من أهل الجنة يطلبه بشيء. مفيش. فالصحابة الكرام قال له مش أنت لسه قايل لنا إن الناس دولت هيبعثوا يوم القيامة وهيحشروا يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما لا هدوم ولا فلوس ولا إزاي بقى كل واحد هياخد المظلمة بتاعته من التاني؟ مش أنت قلت لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا ذلك قال لهم بالحسنات والسيئات. القصاص هناك بالحسنات والسيئات. حديث الايه؟ حديث المفلس اللي احنا سمعناه من شوية. الشاهد عندي من الواقعة ايه؟ سيدنا جابر بن عبد الله راح للشام وسأل سيدنا عبد الله بن انس عن الحديث، بلغوا الحديث، قام راجع تاني. خلاص هو كان رايح الرحلة عشان يسمع الحديث ده، مش اكتر من كده، شهر كامل. والله احنا لو قلنا لأقرب مدينة لنا هنا يا مولانا ارفايل، اسمها ايه؟ ارفايل. لو قلنا رحنا الان حد هنا من ارفايل؟ اتنين بس، يعني ثلاثة. طب كم؟ شوف ثلاثة برضو ثلاثة. كم واحد مسلم عندكم في البلد؟ ولو رحنا عملنا اعلان هناك ان في محاضرة، كم واحد ممكن يأتي؟ متخيل؟ ده واقعنا، ده طبيعتنا. انما واحد يرحل شهر كامل علشان حديث. شوف احنا قلنا كم حديث النهاردة وقلنا كلام قد ايه. لا ده هو كان يرحل عشان معلومة واحدة وبسيطة، ويستسهل ويستعذب في الحصول عليها وقته وماله وجهده، ويضحي حتى بوقته مع ولده ومع زوجته. ما عندوش الكلام ده، عنده دين الله عز وجل اهم من كل ذلك. سيدنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عز وجل عنه، وطالما قلنا انصاري يبقى كان عايش مدينة. في المدينة. سيدنا أبو أيوب الأنصاري في يوم كده قاعد مع نفسه وعمل إيه بقى؟ قاعد يراجع كده الأحاديث اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كذا، الحمد لله أنا حافظه فاكر كويس. حديث كذا، فاكره كويس. حديث كذا، الحديث ده أنا مش متأكد منه كويس. طيب مين اللي كان معنا يوميها؟ فلان الفلاني مات الله يرحمه، فلان الفلاني مات الله يرحمه. قاعد يفتكر كل اللي كانوا حاضرين، لأن كلهم مات ما عدا واحد، سيدنا عقبة بن عامر. وسيدنا عقبة بن عامر لما سيدنا عمرو بن العاص راح فتح مصر كان هو مع الجيش الإسلامي وراح وعسكر وموجود حتى الآن، قبر سيدنا عقبة في مصر طبعا معروف. فيعمل ايه سيدنا أبو أيوب الأنصاري؟ يتصل على سيدنا عقبة علشان يعرف الحديث، برضه ما فيش غير ان هو يروح له مصر. فراح سيدنا أبو أيوب الأنصاري لسيدنا عقبة بن عامر رضي الله عز وجل عنه. طلع سيدنا عقبة فوجد أن اللي على الباب أبو أيوب، فتعجب قال أبا أيوب ما جاء بك؟ قال حديث سمعناه من رسول الله لم يبقى أحد سمعه إلا أنا وأنت في ستر المؤمن. وحدد له برضو ليه الموضوع، وإلا في أحاديث كثيرة سمعناها سوا. قال له حديث في ستر المؤمن، كل اللي كانوا معنا ماتوا، ما فيش غير أنا وإنت، تقول الرواية. فقال عقبة بن عامر، الحديث في صحيح مسلم، فقال عقبة نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما على خزيه في الدنيا ستره الله يوم القيامة. تشوفي أخوك أو تشوف أختك أو تشوف أخوك أو تشوف أختك على خزي، على حاجة عيبة، على حاجة يعني ما ينفعش أن أنت تنقلها، تستر لا تحدث به أحدا، سترك الله يوم القيامة. هل سترتهما بثيابك؟ لا سترتهما بثيابك كان خيرا لك. مش ده أقاويل النبي صلى الله عليه وسلم؟ على فكرة لحد دلوقتي برضه، وما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة أن سيدنا أبو أيوب يروح من 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 المدينة إلى مصر عشان يسمع الحديث، لكن الروعة العالية في الآتي. تقول الرواية فما حل أبو أيوب رحلة. يعني فما حل أبو أيوب رحلة؟ ما قلعش كده خد له شاور ونتغدى سوا ومش عارف، لا 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 لا، مش جاي الكلام ده، انا مش جاي الضايف.
أنا جاي عشان أسمع الحديث وبس، سمعت الحديث خلاص انتهت. فعاد أبو أيوب مرة أخرى من حيث أتى، لدرجة أن سيدنا عقبة أراد أن يبعث له بهدية، فما أدركته الهدية إلا في عريش مصر. صاحبنا بيجري مش جاي علشان ضيافة، ده احنا احيانا لما بجي على الضيف على الشيخ مصطفى اقعد بقى اتمحك بقى كده، يلا يا عم عشان يعني ايه، والله انا جوعت، فعلى اساس ياخد بقى مطعم بقى كده امال ايه، مش طبيعتنا كده كبشر. ها وساعات بقى لو ربنا رزقك بقى بمضيف يكون يعني ايه بخيل حبتين بقى ويطنش يديلك الطرشه يعني تتعشى ولا تبات خفيف دمياتي بقى يقول تقول فما والله روعة، فما حل أبو أيوب، الجملة دي يا أحبة والله تكتب بماء من ذهب. فما حل أبو أيوب رحلة، جاي المسافة دي كلها علشان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وللخلف دور ويرجع تاني، ده علشان إيه؟ يتأكد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من ضمن الحاجات يا أحباب أو من ضمن الوسائل برضو اللي استخدمت واستجدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توثيق الرواية، وبخاصة حينما تكون هناك حاجة. يعني ايه توثيق الرواية؟ كثيرا ما نقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تبص تلاقي الواحد يقوم قايل لك حاجة معينة في كلام رسول الله تشعرك بأن الصحابي كان متيقظ تماما. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة الكرام قال وحذرهم من الايه، من الكذب عليه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث الا وقول الزور، اول بدايته ايه، حد يفكرني ببدايته؟ انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر، ماشي، وبشرع النبي صلى الله عليه وسلم في اخبارهم باكبر الكبائر لحد ما وصل الى الايه، الى قول الزور، الا وقول الزور. وتقول الروايه وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها، ها ألا وقول الزور، ألا تقول الرواية وكان متكئا فجلس. قال يا سلام، يعني الصحابة هو بيروي عنه الكلام، بيروي مع الكلام الهيئة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والطريقة اللي أدى بها الكلام ساعتها، كان مكوع كده قاعد كده يعني واخد راحته، لكن لما جاء عند قول الزور أم قاعد علشان يعرفهم من الموضوع خطير. فالصحابي لما ينقل هذه الحالة معناه أنه كان قاعد نايم، لا ده كان قاعد مصحصح وكان قاعد مركز، فيوثق الرواية. أحيانا كان يعني يذكر في الرواية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة وإمتى سمعها، ده مش كده وبس، ده الكلام ده كمان كان موجود مع الصحابة الكرام فيما بعد. ولذلك يا أحباب سيدنا إسماعيل بن عياش بيقول عشان نعرف بس التوثيق، توثيق الرواية أو التأكد من الراوي ده هو بيقول الكلام سليم ولا مش سليم، وهل فعلا حتى سمع ممن قبله ولا ما سمعش. سيدنا إسماعيل بن عياش رضي الله عز وجل عنه بيقول كنا بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد ابن معدان، فيه واحد هنا بيحدث عن راوي آخر اسمه خالد ابن معدان، يقول إسماعيل ابن عياش فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد ابن معدان، كتبت عنه إمتى سنة إيه؟ يقول فقال سنة 113 113 كتبت عنه في السنة دي. فما يله بقى إسماعيل ابن عياش، يا هذا تزعم أنك كتبت عنه بعد أن مات بسبع سنين، لقد مات خالد بن معدان سنة 106، مات 106، تيجي تقول لي وتضحك علينا وتقول أنت رويت عنه سنة 113، إمتى الكلام ده؟ ما حصلش. ولهذا الإمام الثوري كان بيقول لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فيسألوه سمعت الكلام ده امتى، فيذكر ويعلم بقى من خلال هذا الكلام اذا كان سمع من شيخه ولا ما سمعش. فاذا كان الصحابة بيحتاطوا للرواية ويرحلوا من اجل معرفة الرواية الاف الكيلومترات ومسافات طويلة، كل ذلك من اجل التثبت ومن اجل توثيق الرواية وتأكيدها. الحاجة الثانية الرواية باللفظ ما امكن، كانوا بيحاولوا يروا باللفظ، لأن احنا عندنا قضية مهمة، قضية الرواية بالمعنى والرواية باللفظ، هل يجوز رواية السنة بالمعنى ولا لا يجوز؟
طبعا هو يجوز طبعا بلا شك، لكن العلماء إذا هذا الأمر على فريقين، فريق لا يبيح الرواية بالمعنى بيقول لا تجوز الرواية بالمعنى، ولا بد أن أنت تروي الحديث بنصه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر يقول تجوز الرواية بالمعنى لكن برضه ليس على الإطلاق، وإنما بضوابط وبشروط، والتي من أهمها أن يكون الراوي عالما باللغة العربية. احنا عندنا في عاداتنا، يعني حد هنا يمني؟ في حد من الإخوة أو الأخوات يمني؟ مفيش؟ طيب عندنا في مصر، خليك كده كويس يا شيخ مصطفى، انا اتفضل معاك، انا عرفتك 10 دقائق زياده اتفضل. ما لحقناش. طيب في كلمات بيتغير معناها من بلد الى اخرى، يعني احنا عندنا ماشي، لما تقول لي واحد اعمل لي كذا ان شاء الله اقول لك حاضر ماشي. ماشي دي معناها ان انا ايه؟ ان اوكي اتس اوكي. لا ماشي عند اليمنيين يعني مانيش عامل. عكس المعنى تماما، عكس المعنى تماما. علشان كده اللي يروي بالمعنى لازم يكون عالم باللغة العربية، وعالم بما يحيل الألفاظ عن معانيها، ممكن يؤدي عن المعنى بلفظ يغير المعنى ويضيع الدنيا تماما. واضح هكذا. ولذلك هنعرج على هذه الجزئية في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب يا أحباب، أيضا من ضمن الأمور التثبت والاحتياط عند سماع الحديث، كانوا يتثبتون عند سماع الحديث. بمعنى ايه التثبت عند سماع الحديث؟ مش معنى ان انت صحابي وانا صحابي واسمع منك الحديث ان انا لا اتثبت، رغم ان انت على العين وعلى الراس، وزي ما قلنا مبارح في المحاضرة بتاعت مبارح، ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله، كانت لنا ضيعة واشغالة، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائبة، ومع ذلك كانوا يتثبتون ويحتاطون عند السماع. هقول لكم حاجة، سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عز وجل عنه راح مرة لسيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر قاعد في بيته في خلافة عمر، خبط عليه 3 مرات، ها سيدنا عمر ما فتحش، يقف سيدنا أبو موسى قدام الباب، لا قام واخد نفسه وماشي للخلف دور، خلاص ما فتحليش بعد 3 مرات. سيدنا عمر طلع فلقى سيدنا أبو موسى الأشعري مشى، فنادى عليه تعال أنت رايح فين؟ فلما عدت قبل أن أخرج إليه؟ فقال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع، يروح يروح. سيدنا عمر أول مرة يسمع الحديث، ما سمعش الحديث قبل كده، ها فما يقول له إيه؟ لتأتيني على ذلك ببينة وإلا أوسعتك ضربا، هات لي شاهد وإلا مش هسيبك. ها فسيدنا أبو موسى الأشعري ايه الورطة اللي انا وقعت فيها ديت؟ يا ترى مين اللي ممكن يكون سمع الحديث؟ فراح لحلقة في المسجد وقال لهم الحكاية اللي حصلت بينه وبين سيدنا عمر، والله حصل كذا وكذا، وطلب مني حد يكون سمعه عشان يشهد معايا. يا جماعة يا اهل الخير، حد منكم سمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انقذوني، مين اللي سمعه منكم؟ فقاموا ردين عليه وقالوا له ايه؟ كلنا سمع. ده انت امك دعيالك في ليلة قدر، كلنا سمع. ولو شوف اللي جاي بقى كمان الاروع، والله لا يقوم معك الا اصغرنا. تبارك بقى ان مش هنبعت الا اصغر واحد فينا كمان، وكان اصغر الحاضرين سيدنا ابو سعيد الخدري. فراح ابو سعيد الخدري مع سيدنا ابو موسى الاشعري وشهد عند سيدنا عمر ان هذا من كلام رسول الله. طيب الموقف يزعل سيدنا ابو موسى ولا ما يزعلوش؟ بلا شك احنا بشر نفوس، يعني لما اقول لك حاجه وتروح تسال واحد تاني كمان يعني ما فما سيدنا عمر قايل له ايه؟ اما قايل له أما والله ما اتهمتك، اوعى تفكر ان انا طلبت شاهد اتهام لك، ولكني خشيت ان يتقول الناس على رسول الله. انا بحط منهج للنقل، منهج للرواية والتثبت، مش اي واحد كده يعني تصف دماغه حاجة كده يقول، لا في منهجية للنقل. سيدنا علي رضي الله عز وجل عنه يقول ما حدثني احد بحديث الا واستحلفته اسمعت هذا من رسول الله؟ يحلفه. يقول سيدنا علي عشان برضو نعرف احترام الصحابة بعضهم لبعض، ها يقول سيدنا علي إلا أبا بكر، ده عمري ما أحلفه، معقول؟ إلا أبا بكر، ها وده الصحابي الوحيد اللي ثبتت صحبته بنص قرآني، إذ يقول لصاحبه، الصحابي الوحيد اللي ثبتت صحبته بنص القرآن، ها فيقول إلا ده، ما كنتش أحلفه أبدا. هقول حاجة تانية كمان، معلش سامحني، ماشي ربنا يجعل كلامي خفيف عليك يا ابني، دي آخر حاجة آخر حاجة. لا إله إلا الله، نسيتها
هتجيب رحمه ربنا وتيجي. طيب بارك الله فيكم. لا لا تمسح. خمس دقائق ان شاء الله. خمس دقائق اللي عايز يشرب شاي واللي عايز يجدد وضوءه. الاسئله عشان المخ، عشان المخ تفصله. طيب. عشان تعملوا ابديت. وهنكمل ان شاء الله. نكمل يعني. بارك الله فيكم. واللي عنده اسئله ان شاء الله يبقى يجي بعد الخمس دقائق يعني. الحمد لله انت نسيت. نفس المخ. تطور القواعد بعد وفاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل الى موضوع اخر ان شاء الله. لا لسه ما خلصتش. لسه عشر دقائق. ايضا يا احباب بنقول ان كانوا بيحاولوا التثبت والاحتياط عند سماع. نبدا نبدا يا حبيبي. تطور. فمن ضمن الأشياء اللي هو التثبت والاحتياط عند سماع الحديث، شفنا وقعة سيدنا عمر مع أبي موسى الأشعري، دي ما كانتش حالة فريدة. سيدنا أبو بكر رضي الله عز وجل عنه كان في مرة بيخطب على المنبر، وبعد ما خلص جات له الجدة تسأله عن الميراث، والحتة دي مهمة قوي علشان هرد بيها على سؤال اتسأل امبارح، لما قال السائل ازاي الصحابة الكرام جمعوا القرآن الكريم وحده دون السنة؟ ليه جمع القرآن وسابوا السنة؟ ما جمعوهاش. الحكاية دي كانت غايبة عنهم يعني؟ لا ابدا، ما كانتش غايبة، ولكن في آليات لكل واحدة وفي ظروف لكل من القرآن والسنة. طيب سيدنا ابو بكر رضي الله عز وجل عنه لما جاءته الجدة تسأله عن الميراث، فشوفوا جواب سيدنا ابو بكر لها، قال لها ايه؟ قال لا اجد لك في كتاب الله شيئا. القرآن ما نصش عليكي. لا أجد لك في كتاب الله شيئا. وما يلي بقى؟ ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء. شايفين الفرق بين الكلام في الاثنين؟ في القرآن قال لا أجد. ليه؟ لأن القرآن من سورة الفتح لسورة الناس. هو في قرآن تاني غير ده؟ حافظينه وعارفينه وفاهمينه، ما في ما ما مش ما يعني مش ممكن يكون هناك آية غابت عني ولا مستخبية مني ولا الكلام ده. لكن في السنة ممكن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنا ما سمعتوش، انا ما اعرفوش، زي ما هو سيدنا عمر اول مره يسمع حديث الاستئذان، فقايل لها كده لا اجد لك في كتاب الله شيئا، وعند السنه ام قايل ولا اعلم. روعه، كل كلمه دقيقه للغايه. قال ولا اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء. تمام كده. فقام سيدنا المغيره بن شعبه رضي الله عز وجل عنه، ام قايل لسيدنا ابو بكر ايه؟ ان انا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس. انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم اداها السدس. فابو بكر ياخد الكلام كده ونفذه على طول؟ لا، في تثبت، في احتياط. ام قايل له هل معك غيرك؟ في حد تاني يشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم اداها السدس؟ فقام سيدنا محمد بن مسلمه رضي الله عز وجل عنه قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس. انا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اداها ذلك. فامضاه ابو بكر رضي الله عز وجل عنه. هكذا كان الصحابه الكرام، علشان كده كانوا ايه؟ يتثبتوا ويحتاطوا. سيدنا عبد الله بن عباس، الاخت الكريمه كانت بتقول، كنت انت هتقول حاجه عن سيدنا عبد الله بن عباس وما كملتهاش. سيدنا عبد الله بن عباس كان عنده نفس الحكايه برضه، اللي هو التثبت والاحتياط. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قلت لرجل من الانصار، واحد صاحبي جارنا من الانصار، قال له ايه بقى؟ هلم فلنسأل أصحاب رسول الله فهم اليوم كثير. تعال الصحابة لسه عايشين قبل ما يموتوا، هي عاوزين نحصل العلم اللي عندهم، نعرف الأحاديث اللي عندهم اللي احنا ما سمعناهاش، فهم اليوم كثير قبل ما يموتوا. يقول الرجل لسيدنا عبد الله بن عباس ايه؟ ترى الناس يا ابن عباس يحتاجون إليك، وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله. تحدي تعال، سيدنا عبد الله بن عباس كان 13 سنة، انت هي واقفة عليك؟ ده الصحابة عندهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد، وعد أسماء مرموقة وأسماء كثيرة جدا. قال له كده، ترى الناس يحتاجون إليك يا ابن عباس، وفيهم من فيهم من أصحاب، هي واقفة عليك. أنا أذكر علشان بس برضو اوعاك ان انت تستقل شيئا ولا تستهين به. انا اذكر اول خطبة خطبتها اول مرة اطلع على المنبر، كان عندي 12 سنة وكنت بخطب عن صلة الرحم. فطلعت اخطب، بعد الخطبه انقسم المسجد الى نصفين، نصف يعني والله انا اذكر رجل شالني ولف بيا في المسجد من فرحته يعني انبساط، وناس تاني عملها قيامه، هي عيلت
ما لا نازل للولد وقال كلمه وحشه جدا، ده بيعملها على نفسه في الشارع يخطب ويصلي بينا، صحيح في ناس كده حقد، في ناس ما بتحبش يعني ان ترى خيرا ولا ان ترى شيئا. ويمكن الموقف ده جعلني انقطع عن الخطابه يعني لحد ما كنت في نهايات المرحله الثانويه، ثم عدت اليها مره ثانيه. لكن الشاهد، فالرجل بيقول لسيدنا عبد الله بن عباس هي واقفه عليك، هي عيلت، ترى الناس يحتاجون اليك يا ابن عباس، وفيهم من فيهم من اصحاب رسول الله. سيدنا عبد الله بن عباس يتقاعس الكلام ده يعني يثبط همته؟ لا، سيدنا عبد الله بن عباس يقول يا احباب فتركته واقبلت انا اسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رحت انا اسال. يقول فكان يبلغني الحديث عن الرجل، اعرف ان فلان الفلاني عنده حديث، يقول ابن عباس فاتيه وقت مقيله اتوسد ردائي على عتبه داره يسفى الريح علي التراب. شايفين المشهد التمثيلي كده اللي هو بيقوله، بيصور لك الموقف اللي هو عايشه. اتيه وقت مقيله نايم واتوسد ردائي على عتبه داره، الريح عمال يسف التراب علي، يسفى الريح علي التراب. يقول ولو شئت ان استاذن لاذن لي، لو انا عايز اخبط بس واخذ اللي انا عايزه وامشي، لكن ما لا يفعل هذا سيدنا عبد الله بن عباس، حتى يخرج الي فيحدثني الحديث، اساله عن الحديث فيحدثني الحديث. فقل يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عز وجل عنه، فعاش الرجل الانصار، ربنا كتب له العمر زي ما كتب لنا كمان العمر، حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني. انا بقيت بقى شيخ كبير وقعدت اعلم الناس والناس من حواليا، فشاف المنظر ده اتحسر على حاله، ده انا كان زماني معاه، ما انا سبته. ها يقول فقال كان هذا الفتى أعقل مني، الواد ده كان أفهم مني، أنا يا ريتني كنت عملت زيه. ها فشايفين، فكانوا يتثبتون إذن ويحتاطون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الوسيلة الأخرى اللي تطورت برضو بعد وفاة النبي، عرض الحديث على أهل العلم من المختصين. أنا لما أسمع حديث أخذه واسكت؟ لا، لازم أعرضه، أشوف مين من الصحابة ممكن يكون سمع هذا الحديث فأعرضه عليهم. عارفين إحنا الحديث الرائع بتاع فضل اتباع الجنائز، والحديث يرويه مين؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عز وجل عنه. فسيدنا عبد الله بن عمر سمع أبو هريرة بيروي الحديث، حديث اللي هو يعني بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، ومن كل قيراط طبعا مثل جبل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط إيه؟ قيراط واحد من الأجر مثل أحد برضه. وعلى فكرة لما نقول قيراط من الأجر مثل أحد، مساحة ولا وزن؟ ممتاز، وزن مش مساحة، لأن أحد ده إيه؟ الطن وصالة، أحرائي اللي بيقول يعني إيه يعني أحد يعني كمساحة في الجنة. ليه يا أحباب بقول لكم الكلام ده؟ لأن المساحات في الجنة فوق التصور. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، معناه ده إن درجته في الجنة شكلها إيه؟ أقل واحد، ده هو آخر وقت هيطلع من النار وآخر وقت هيخش الجنة، أقل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ رجل يقال له اذهب فادخل الجنة، فيذهب فيخيل إليه أنها ملأى، فيعود يقول يا رب وجدتها ملأى، ما يدخلش يرجع ده مليانة ماليش مكان، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيذهب فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له في الثالثة اذهب فادخل الجنة، فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها. لك في الجنة قد الدنيا وإيه؟ وعشر أمثال الدنيا، ده أقل واحد في الجنة. يبقى علشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل أحد، مش مساحة إيه يعني المساحة دي كم تساوي في الجنة؟ يعني مهما كان جبل، حد راح السعودية جبل أحد مساحته قد إيه؟ 5-6 كيلو تقريبا مثلا؟ ها؟ إذا يا أحباب، المهم إن سيدنا أبو هريرة بيروي الحديث، وطبعا لا مانع من أن يكون المراد مساحة أيضا، لا مانع من أن يكون المراد مساحة، لكن أنا أميل إلى ترجيح أن الأجر من الميزان. طيب سيدنا أبو هريرة وهو بيروي الحديث، سيدنا عبد الله بن عمر ما سمعش الحديث قبل كده، وهو عبد الله بن عمر برضه من المكثرين من الرواية، لكن ما سمعش الحديث، أم قايل كده لقد أكثر علينا أبو هريرة، كل شوية عمال يحدثنا أكثر علينا أبو هريرة. فيعمل إيه سيدنا عبد الله بن عمر؟ مين من الصحابة ممكن يكون سمع الحديث
عائشة، نبعت لعائشة نسألها رضي الله عز وجل عن عائشة. فأبعت لها سيدنا عبد الله بن عمر علشان يتأكد هل هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعد سيدنا عبد الله بن عمر معاه شوية حصى كده، عارفين الواحد لما يكون متوتر تلاقيه ما يشد في دقنه ويشد في شعره، ياكل في يعمل اي حاجه، يلطش في اللي قدامه اي فسيدنا عبد الله بن عمر ماسك الحصى وعمال يقلب فيه قلق. فذهب السائل للسيده عائشه وعرض عليها الحديث. الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشه: ان صدق ابو هريره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده. فرجع المرسال لسيدنا عبد الله بن عمر وقال له: سيدة عائشة قالت صدق أبو هريرة قال الكلام ده. أم سيدنا عبد الله بن عمر وهو ماسك الحصى اللي كان بيقلب فيه رماه في الأرض وقال: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ده احنا فرطنا في قراريط كثيرة قوي. الشاهد من الواقعة ايه؟ عرض الحديث على أصحاب العلم اللي ممكن يكون سامعوه. فده كانت من ضمن الوسائل اللي كانوا أمثلة كثيرة جدا. لكن سيدنا الشيخ مصطفى بيقول لي يعني خلص، أنا خايف أنضرب. من خاف سلم. طيب أيضا يا أحباب، كانوا يبحثون عن الإسناد. لما واحد يسمع حاجة يقول له من مين، فيقول له من فلان، من التتبع علشان سلامة النقل. ولهذا يقول سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عز وجل عنه: إن هذا العلم دين. ده ابن سيرين يقول هذا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وسيدنا عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. اي واحد عاوز يقول اي حاجه كان يقولها، لولا ان احنا وامتنا امه الاسلام هي امه الاسناد، الامه الوحيده اللي ربنا خصها بالاسناد عندنا. لكن الامم السابقه ما فيش اسانيد، اي واحد عاوز يقول اي حاجه بيقول وخلاص. فخصنا الله عز وجل بذلك. ايضا يا احباب، نقد المرويات. لما كان واحد يسمع حاجه لابد ان هو ينقضها، ينقض المروي ويشوف علشان يتأكد إذا كان الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. المثال على كده حديث أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عز وجل عنها لما بلغها أن عمر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال: طب الميت ذنبه إيه لما يعذب ببكاء أهله عليه؟ يقول: ذكرت ذلك لعائشة فقالت: رحم الله عمر، رحم الله عمر، إنما ما تقول والله ما حدث هذا رسول بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحدث به؟ قال: إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله علي. ما حدثش بكده، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله علي. وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. في بعض روايات الحديث: وإنه ليعذب وإن أهله ليبكون عليه. فما فيش تلازم. الشاهد نقد المرويات. ممكن الإنسان يحدث له وهم عادي، ما فيش مشكلة، لكن ما كانوش بيسوا. والسيدة عائشة صاحبة علم الاستدراك، كانت تستدرك على الصحابة. لو صحابي أخطأ في شيء تقول له: لا، ما هكذا قال رسول الله، وترده وتصححه. طب حاجة تانية بقى أختم بيها الموضوع ده عشان ننتقل. الصحابة الكرام مش كان فيهم منافقين؟ كان في منافقين، والمرافقين ما كانوش معلومين لكل الناس. وممكن منافق يحط كده حاجات في النص ويضحك علينا ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد، وارد عقلا، لكن مش واردة شرعا. ليه يا أحباب؟ لأن الله تبارك وتعالى حفظ دينه من هؤلاء في سورة محمد. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. هو كان بيقول إيه؟ هو كان بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم من شويه؟ ينسيهم الله كل شيء. قالوا للذين اوتوا العلم، ماذا قال آنفة؟ كان بيقول ايه؟ ينسيه. فربنا كان ينسي هؤلاء ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا ان ينقلوا شيئا عنه. الحاجه الثانيه، ان الله تبارك وتعالى كان بيفضح هؤلاء. الله عز وجل يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بايه؟ بس ولا تعرفنهم. هيفلت بكلمة هتعرفه، هيفلت بكلمة. واضح؟ فربنا حفظ دينه من هؤلاء. طبعا في تطورات تانية، هكتفي بهذا القدر عشان ما نزعلش سيدنا الشيخ مصطفى، وننتقل إلى الجزء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. تجاوب الأسئلة الأول؟ نخلي الأسئلة في الآخر مرة واحدة. طيب يا أحباب، نعم، حاضر من عينيك. هننتقل إلى حاجة تانية اللي هي يا أحباب علاقة السنة بالقرآن الكريم. علاقة السنة بالقرآن الكريم، بقول ليه علاقة السنة بالقرآن الكريم؟ علشان نعرف إن القرآن محتاج إلى السنة، كما قال
سلفنا رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين. القرآن أحوج إلى السنة، سيدنا مكحول يقول هذا هو من التابعين، القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. نعم. طيب، ولما وعندنا المثال الواقع المشهورة بتاعت سيدنا عمران بن حصين لما قال للرجل يعني حدثونا عن القرآن ولا تحدثونا عن غيره، فقال له إنك رجل أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيهن، أتجد في كتاب الله العصر أربعا لا يجهر فيهن، وعدد عليه بقية الصورة. ثم قال له سيدنا عمران بن حصين إيه؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسره، القرآن أبهم لنا هذا والسنة هي التي تفسر ذلك للقرآن الكريم. فإحنا عندنا علاقة السنة بالقرآن الكريم يا أحباب على علاقات ثلاثة، ونركز في عندنا ثلاث علاقات أساسية واحدة واحدة، هي محاضرة مسجلة فهتسمعيها بس عشان الوقت اسمعي، خد التسجيل من سيدنا وعلى موقع المسجد إن شاء الله. العلاقة الأولى يا أحباب للسنة مع القرآن الكريم علاقة التأكيد. التأكيد يعني التأكيد أن يأتي الشيء في القرآن الكريم وتأتي السنة بنفس الحكاية. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، مش كده ربنا قال كده في القرآن، يقوم قايل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ما هو ده نفس اللي في الآية. يبقى السنة هنا عملت إيه؟ تأكدت ما في القرآن الكريم. لما القرآن الكريم يقول لنا إنما المؤمنون إخوة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا المسلم أخو المسلم، الحديث إلى آخره. فالسنة هنا بتأتي لتؤكد ما في القرآن الكريم. واضح يا أحباب؟ دي أول علاقة بين الاثنين اسمها علاقة الإيه؟ التأكيد. العلاقة الثانية أو النوع الثاني من العلاقة بين القرآن والسنة علاقة البيان، ونركز شوية في البيان. النوع الثاني اسمه علاقة الإيه؟ البيان. البيان ده هو على عدة أنواع، أربعة تحديدا يعني، أربع أنواع من البيان. يبقى البيان أربع أنواع. أول نوع من البيان إيه؟ تفصيل المجمل، الشيء يأتي في القرآن الكريم مجملا وتقوم السنة بقى عامل لنا إيه؟ تفسر أو تشرح لنا المجمل. القرآن الكريم قال لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. الله، شوف ختام الآية لعلكم ترحمون. يبقى احنا لو ما اطعناش الرسول نرحم؟ لا، واطيعوا الرسول. ده حتى ما قالش واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ده هو جعل فعل امر للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، قال واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وبرضه واطيعوا الرسول ليه؟ لان قالك انا ما وضحت لكش الصلاة هتكون ازاي، وما وضحت لكش الزكاة هتكون ازاي، لكن روح للنبي واسمع كلامه. ها فاهمين الإحالة؟ ولذلك أنا في مرة كان واحد بيسألني وبيقول لي برضو يعني إن أنا أتبع القرآن الكريم وحده، ما أناش عاوز أسمع أي حاجة تانية، أنا القرآن بس لكن سنة لا. قلت له والله أنا كمان زيك، أنا من القرآنيين بتبع القرآن بس أنا رحت للقرآن لقيته قال لي روح للنبي. آه والله أنا رحت، أنا كمان زيك زي القرآن بالظبط، بس لما رحت للقرآن لقيت القرآن حولني قال لي روح للنبي. وهكذا قال لنا القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى القرآن نفسه. ولذلك حديث وهو حديث مكذوب أصلا يدعون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم عني شيء فاعرضوه على القرآن، فما وافق فخذوه وما خالف فدعوه. يقول نقاد الحديث وصيارفته لقد عرضنا هذا الحديث على القرآن، مش هو الحديث بيقول إذا جاءكم شيء اعرضوه على القرآن؟ طيب أول ما هنعرضك أنت، تعال انت بقى، مش انت اللي بتقول نعرض؟ طب تعال ناخدك كده نعرضك. يقول صيارفة الحديث لقد عرضنا هذا الحديث على القرآن فوجدناه مكذوبا، القرآن بيكذبه، لأن القرآن ما طلب منا أن نعرض، وإنما قال وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أول علاقة علاقة البيان، فربنا قال لنا في الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تروح بقى للسنة، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت حديث المسيء صلاته، الرجل كان بيصلي ويجري في الصلاة، ها فكل ما يخلص النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ صلي فإنك لم تصلي. لا، أما أنا كنت بعمل ايه؟ كنت بلعب دلوقتي؟ ما هو ما بيجري، ما انت عارفين الرجل كان بيرائي في الصلاة يا أحباب، عامل خاشع بقى سيدنا الشيخ يعني ما شاء الله، واد مؤمن يعني، فهو بيرائي فالناس كلها عمالة تبص عليه شايفين الصلاة. الله، هي دي الصلاة. صحيح، صاحبنا كان صايم بس الناس ما هيش شايفة الصيام، هم شايفينه بيصلي، فلما لقاهم بقى عمالين يشوفوا الصلاه، امسى بيصلي، لا 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 وصايم كمان.
خلي بالكم يعني ها وصايم كمان واد مؤمن يعني. فصاحبنا كل ما يخلص الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا ارجع تاني صلي فإنك لم تصلي. فالرجل تعب قال له والله لا أحسن إلا هذا، هو ده اللي عندي، أنا ما عنديش غير كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له إيه؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تعالوا نعلمك، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم وعدد له بقية هيئات الصلاة، وفي كل هيئة من الهيئات يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه؟ حتى تطمئن، حتى تطمئن على هذه الهيئة. تمام كده؟ الرجل ده مين اللي عرفه بقى الصلاة دي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، زي ما أنا بصلي صلوا. وقال لهم في الحج خذوا عني مناسككم. يبقى ده اسمها ايه يا احباب؟ تفصيل المجمل، الشيء ياتي مجملا في القرآن. وعلى فكرة قص على ذلك بقى بقية العبادات، بقية الفرائض، احنا بنتكلم بس عن الصلاة وده اهم حاجة، قص عليها بقى بقية الصلوات وبقية الاشياء. على فكرة في حاجة تانية مهمة قوي هنا، ان ممكن يكون العكس، ممكن الشيء يأتي مجملا في السنة ويفصله القرآن. طبعا عارفين مصارف الزكاة الثمانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما صدقات اليمين للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دي مصارف الزكاة الثمانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت سيدنا معاذ إلى اليمن في الأشياء اللي علمها له كلها، عرفهم كذا وعرفهم كذا، فمن ضمن الأشياء ما يقوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. طب والناس الثمانية التانيين ده، في سبعة تانيين أنت ما ذكرتهمش. قال لك هنا ده من باب الإجمال في السنة اللي وضحه القرآن، اللي فسره القرآن يعني. فبرضه ممكن الإجمال يكون في العكس، يعني الإجمال يكون في السنة والقرآن هو اللي يوضح ويفسر لنا هذا الإجمال. طيب ده أول علاقة من علاقة الايه؟ البيان. ممتازة وكده مصحصحين معايا. تاني نوع من علاقة البيان تخصيص العام. يعني تخصيص العام الشيء يأتي في القرآن الكريم عام، وتأتي السنة تقول لك لا العموم ده هو مش مراد، ده فيه مخصص له. لما ربنا سبحانه وتعالى يا أحباب يقول لنا في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام كده، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في السنة إن لا يتوارث أهل ملتي، ولم ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرث مسلم كافر كافرا ولا كافرا مسلما. تخصيص لهذا العموم، لأن العموم ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم. طب أنا لو أنا مسلم وابن كافر يرث مني أو العكس؟ لا يرث، يبقى لا يرث أهل ملتين مختلفتين. العموم اللي كان موجود في القرآن السنة الكريمة والسنة المطهرة عملت لنا فيه إيه؟ خصصت لنا هذا العموم. لما ربنا في حاجة تانية كمان، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يوصيكم الله في أولادكم، عذرا، يوصيكم الله في إيه؟ في أولادكم. يعني الوصية جائزة عموما، يوم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا وصية لوارث. يبقى السنة خصصت لنا العام اللي موجود في القرآن الكريم. طيب العلاقة الثالثة في علاقة أنا بجري، في العلاقة الثالثة في علاقة البيان، ها، تقييد المطلق. الشيء يأتي مطلقا في القرآن الكريم، وتأتي السنة تعمل لنا إيه؟ تقيد هذا الإطلاق. زي إيه؟ سواء طبعا كان التقييد هو بسنة قولية أو بسنة فعلية، مش بالضرورة. والسارق والسارقة فاقطعوا الإيد، بتطلق عليه الحتة ديت لما بتوجعك بتقول إيه؟ رجلي بتوجعني ولا دماغي؟ ايدي، مش كده؟ الايد بتطلق على دي كلها، فتاتي السنه العمليه تقيد الايد من الايه؟ من الرسغ، تمام كده. فالسنه هنا عملت قيدت المطلق اللي موجود في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام.